حول هذا الموضوع ينضم إلي تيسير خطيب، وهو ناشط أكاديمي ومن ضحايا قانون منع الإعلام الشامل. أهلا بك تيسير. يعني من الواضح رأينا أن هناك كانت مظاهرة قوية اليوم أمام الكنيسة، ما هي المقولة الأساسية في هذه المظاهرة اليوم؟ المقولة الرئيسية والأساسية في تلك المظاهرة هي أننا نقف صفا واحدا ضد تمديد قانون منع الإعلام الشامل. لقد يعني صرخ كل من تواجد وروى قصص المعاناة وقصص الألم. فهؤلاء النسوة والرجال والأطفال الذين جاءوا من كافة أطياف الوطن قرروا أن يرووا قصصهم، ولذلك كانت حناجرهم تصدح فقط بمقولة واحدة: أعطونا الحق في أن نعيش كأسرة بحياة كريمة. ولذلك طالبوا بشكل واضح من كافة أعضاء الكنيسة، إن كانوا في الائتلاف أو إن كانوا في المعارضة، أن يرفضوا هذا القانون وتمديد هذا القانون بشكل قاطع. عم نحكي تيسير عن 18 سنة من نضال مستمر، من قانون مجحف يتدخل حتى في الأسر الفلسطينية وفي العلاقة مع الأب والأم والزوج والزوجة. هل تجدون في هذه المرحلة فرصة لإلغاء هذا القانون وكيف؟ نعم، هي فرصة سنحت لنا بسبب الحكومة وتركيبتها الجديدة. يعني في الماضي كان يتم تمديد القانون هذا يعني كشربة ماء، لم يكن الليكود ولم يكن اليمين بحاجة إلى العديد من الأصوات لكي يقوم بتمديد هذا القانون. أما اليوم فبوجود الحكومة الجديدة التي تسمى حكومة التغيير، ونحن ننتظر أن نرى هذا التغيير، هناك ثلاث مركبات: المركب الأول هي الموحدة، والمركب الثاني هي حزب ميرتس، وكذلك حزب العمل، وثلاثتهم رفضوا هذا القانون قبل أن ينضموا إلى الائتلاف بشكل قاطع. ولهذا نحن نقول أن هذه فرصة يعني جيدة وثغرة كبيرة يمكننا ويمكنهم اختراقها برفض هذا القانون. نعم، دعنا ننتقل إلى عضو الكنيسة فعلا ولكن الموجود في المعارضة سامي أبو شحادي. أهلا بك سامي، هل تراه منطقيا أو هل ترى فرصة لإلغاء هذا القانون بعد 18 عاما من سنه؟ واضح جدا أن هناك فرصة تاريخية يعني موجودة عندنا بالصدفة. السؤال إذا الإخوة بالموحدة بدهم يوقفوا مع شعبهم ولا ضد شعبهم، على الأقل في هذه القضية الإنسانية البسيطة. يعني احنا نتحدث عن قانون ما في أبشع منه، قانون عنصري كانوا ضده بشكل دائم. الجماعة كانوا يحكوا على تأثيره، أجتهم فرصة التأثير. في مجال حتى لو بس الموحدة لحالها قررت أنه هذا القانون أنه ما يمر، ما بمر هذا القانون. بسيطة جدا الأمور، واقفة على الصوت، في عندهم 4 أصوات يصوتوا مع شعبهم بدل ضد شعبهم، ما بمرش القانون. بس إذا ما مرقش القانون ممكن يصير في حجب ثقة على الحكومة أو لا، ما في أي علاقة أخت مريم، خلينا نوضح، ما في أي علاقة، وربط الأمور هون يعني بغلط الناس. مهم نوضح. مهم جدا إنه إذا ما مر هذا القانون ترجع الدنيا لكيف كان الوضع لقانون المواطن العنصري اللي كان بال 2003، يعني مش إنه كان قانون عظيم. ما في قانون مواطن عنصري بإسرائيل بفضل اليهود، بس ما كان يمنع لم الشمل، كان أسهل من ناحية لم الشمل. نرجع لهاي الفرصة، هذا الإشي الوحيد اللي بيصير. ما في خطر على الحكومة، هذا مش عمليا يعني حجب ثقة عن الحكومة. حجب الثقة عن الحكومة هذا أمر آخر. في هذا القانون إذا ما بمر ترجع الأمور إلى ما قبل 2003، قانون مواطن عنصري ولكن أقل عنصرية من الوضع الراهن. نعم طيب، ما في حاجه نهول او نخوف، لا ما في شيء، بضلوا الجماعه بالائتلاف وبتضل حكومه عباس بنت ليبرمان واسرائيل ما بتسقط، كل شيء تمام. لا بس في كان حاجه من معاناه الناس، هاي اللي بيعملوا. صحيح، بس كان في حاجه ان واضح. انتقل اليك تيسير، وفي موضوع تخفيف المعاناه ايضا طرحت تعديلات معينه على هذا القانون، ما رايك في هذه التعديلات؟ يعني لم تطرح حتى الآن حقيقة أي تعديلات جذرية التي ممكن أن تغير الوضع بكافة أطياف يعني مناحي الحياة.
ونحن نسمع من هنا وهناك وبعض التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن منح 300 عائلة و200 عائلة ما قبل 2003 وما بعد 2003 وأنه يسمحوا بالسياقة. يعني إذا كان هذا هو الحديث عن الاختراق فهذا مرفوض جملة وتفصيلا. يعني نحن لا نتحدث هنا عن يعني هذا يصبح أقل من الفتات حتى. يعني لما نتحدث عن تغيير جذري يجب أن يشعر به الناس كافة أطياف الناس. يعني لا يمكن الحديث مع الناس، وقد شاهدت هذا بأم عيني اليوم حين قابلت هذه الجماهير النواب وطلبت منهم بصوت واضح نحن لا نريد تعديلات، نحن نريد إنهاء المعاناة. ما فائدة التعديلات إن كان لا يمكن لهؤلاء الناس أن يتأكدوا أن السنة القادمة سوف يكونوا مع أحبائهم ومع عائلاتهم ومع كل أقربائهم؟ ولذلك نحن نطالب وكذلك العائلات تطالب أن لا تجرى تعديلات وإنما أن يلغى القانون. نعم. طيب سامي، ضمن الحديث عن إلغاء القانون هنالك من اقترح، وليس هنالك يعني زعيم المعارضة، قانون الهجرة إلى إسرائيل بهدف منع تثبيت قانون لم الشمل. ما رأيك في هذا الطرح؟ قضية المواطنة هي قضية أساسية في علاقة أي مواطن في الدولة. كل ما يتعلق في هذا القانون من ناحية مواطنة، من ناحية هجرة، من ناحية حقوق أساسية موجود منذ قيام دولة إسرائيل بشكل عنصري. إسرائيل أقيمت كدولة الشعب اليهودي وهي تميز، يعني هناك حاليا الآن عدة قوانين تميز. نتنياهو ما يفعله هو فقط مناكفة سياسية في الائتلاف، لأنه في المعارضة ويريد أن يخرج الائتلاف. الآن لدينا إمكانية أتت يعني بصدفة تاريخية، يعني كل ما يجري هذا الائتلاف قائم بصدفة تاريخية، يعني لم يكن أحد يتخيل أنه يستطيع إنسان مع ستة مقاعد أن يشكل حكومة في دولة إسرائيل ولا في أي دولة أخرى. هناك صدفة تاريخية، هذه الصدفة تسمح لنا بأن نقلل المعاناة عن عشرات آلاف الفلسطينيين. أخت مريم، في جانبي الخط الأخضر عادة يتم الحديث على أنه يعني من يعاني بشكل كبير من هذا القانون هم نحن الفلسطينيون في دولة إسرائيل ومن تزوج من الضفة أو غزة أو القدس. نعم. ولكن هناك ما يقارب 40-50 ألف إنسان داخل الضفة، يعني يسكنون كمواطنون في الضفة، لا يريدون من إسرائيل أي شيء سوى أن تعترف بحقهم في الحياة، في بناء أسرة كريمة، من أجل أن يستطيعوا أن يعيشوا كعائلة. حتى في الضفة إسرائيل تتدخل في هذه الأمور. هذا قانون عنصري وغير إنساني وبشع. يمكننا أن نخفف من هذه العنصرية بشكل سهل جدا. يعني لديهم حتى يعني السادس من شهر تموز من أجل أن يمددوا هذا القانون. نستطيع أن نوقف هذا التمديد. نعم. هذا الأمر متعلق بنا، متعلق بميرت، متعلق بحزب العمل، متعلق بالقائمة العربية الموحدة. يعني أنا أذكر النقاشات من آخر نقاش قبل تمديد هذا القانون في العام الماضي. الجماعة كانوا قاعدين معنا واستشرسوا كمان ميرت وكمان الموحدة وكمان ميراف ميخائيلي اللي هي زعيمة حزب العمل. كانوا بشكل واضح قالوا أنه هذا قانون عنصري وبشع ونظام أبارتايد. ممتاز، عندك فرصة توقف هذا الجزء من نظام الأبارتايد. يتفضلوا. نعم. تيسير، يعني ما يرويه سامي من سيناريو وسيناريو جيد لكم، هل تتوقع فعلا يعني أن تراه يتحقق تقديرك؟ يعني كافة الاحتمالات موجودة. أنا لا أتوقع، يعني لا يمكنني توقع أي سيناريو من السيناريوهات. ولكن تعاملتم أعضاء الكنيسة وكان لكم حديث. نعم. يعني يصعب علي تصديق أن هذا السيناريو الذي يطرحه الأخ سامي، النائب سامي، سوف يتحقق. لا، يعني لم نشعر، على الأقل أنا لم أشعر من خلال قراءتي للمشهد السياسي اليوم وفي الأسابيع الماضية أن هناك من الممكن أن يكون تغيير في يعني التحولات. ولذلك أنا لست متفائلا
في أن تقوم المركبات الثلاثة في يعني. بس لماذا يعني تواجدوا بعض أعضاء الكنيسة اليوم في المظاهرة من على الأقل من ميرتس ومن حزب العمل ومن ومن الموحدة ومن المشتركة؟ كان في تواجد من أعضاء الكنيسة، هل هو تواجد شكلي أم يوجد فعلا تطورات يعني محسوسة؟ يعني بحسب ما نفهم أن هناك مناقشات، ولكن ما مدى هذا النقاش، ما مدى تغلغل يعني الفكرة السائدة في إلغاء هذا القانون أنا لا أعلم. يعني هذه نقاشات داخلية ما بين الموحدة وما بين ميرتس وشاكيد وما بين الموحدة وشاكيد، يعني لا فكرة لدي حقيقة عن فحوى هذه النقاشات ومدى عمقها. نعم. ولذلك لا أستطيع التكهن أو يعني أن أجزم إن كان هناك يعني توافق أو أن هناك إشكاليات، ولكن فهمنا أنهم يعني بالمبدأ هم ضد هذا القانون، ولكن نحن بحاجة أن نعرف أنهم ضد هذا القانون ليس فقط بالمبدأ وإنما كذلك في التطبيق بالفعل. نعم. يعني هو نعم من السهل الحديث عن المبادئ، من الصعب تطبيقها. طيب سامي، يعني ماذا يمثل هذا القانون سياسيا لإسرائيل؟ هذا هو الهاجس الصهيوني منذ أن يعني بدأ المشروع الصهيوني، هو الهاجس الديموغرافي بشكل دائم. يحسبون أعداد العرب واليهود، هم يريدون أن يقللوا من نسبة المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل، ويريدون أن يصعبوا الحياة على عشرات آلاف الفلسطينيين أيضا في الضفة من أجل أن يهاجروا، من أجل أن يتركوا المكان. القضية بالأساس هي سياسة تمييز عنصرية تهدف لتقليل نسبة العرب في المواطنين داخل دولة إسرائيل وأيضا في الضفة الغربية. هذا قانون عنصري. أنا بالآخر يعني أنا أتفق اليوم أخي تيسير، عمل معركة كبيرة جدا، يعطيهم ألف عافية، والعائلات اليوم تعبوا كثير وعملوا دور كثير كبير ومهم، ولكن في العمل السياسي أخي تيسير النية الحسنة لا تكفي، يحكم على الأمور في نتائجها. يعني مش قضية أنه يعني يجوا جماعة يصرحوا والله أنهم ضد القانون وبالآخر يمشوا القانون، بالفعش يكون ضده ويمشي. نعم. في عنده مجال أنه هذا القانون على كمان الثمن اللي بدفعوه إذا ما مر القانون ولا شيء. يعني مش أنه والله إذا مر القانون تصعد درس، ما بيصير شيء. يعني في بعدين صيرورة طويلة جدا وكمان معاناة للعائلات وأوراق ومحاكم تأخذوا حقوق أساسية. أختي مريم اليوم الواحد اللي بيسمع يعني قصص الأطفال وقصص الناس يعني قلبه بوجع، عشان في ناس بدها أبوها يكون معها بعيد ميلادها. صحيح. في زوجات بدها زوجها يجي لعندها مش خايف إن الزوج يضل يفكر إنه في شرطة ما فيش شرطة. نعم. في أطباء خلصوا تعليم الطب بدهم يشتغلوا، بدهم يدخلوا على سوق العمل، فيش عندهم أوراق. نعم. في ناس بدها تسوق، بده يوصل بنته على المدرسة، بده يسوق. في أمور أساسية. أنا إيش نحكي؟ نحن نتحدث أن هذا قانون يمس في كل الحقوق الإنسانية الأساسية لأي مواطن في أي مكان في العالم. هذا يؤثر على حق الناس في التنقل، على حقهم في التعليم، على حقهم في السكن، على حقهم في تلقي علاج طبي، بكل شيء. بيكون يعني اليوم واحد بيحكي قصته إنه يعني إذا بيكون في إيلات لازم يروح يتعالج برام الله، بيموت في الطريق. صحيح. وإذا مرأة حامل وما شابه. شكرا لك سامي أبو شحادة عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة على هذه المداخلة. وسؤال أخير تيسير، وباقتضاب لو سمحت، في حال تم إلغاء هذا القانون ماذا سيغير في حياتك؟ في اقتضاب سيقلب حياتي وحياة عشرات آلاف الناس إلى الأفضل، وسوف نرى يعني مستقبلا مزهرا أكثر واستقرارا أكبر. يعني وهذا الباقي البشر تعيشه من دون الحاجة للبحث عنه. أما نحن العائلات التي تعاني من ظلم هذا القانون فنحن نبحث عن أقل ما يمكن للعائلة العادية أن تتصور أننا نبحث عنه. نعم، عن الحلم البسيط، التواجد مع العائلة والأب والأم والقيادة السيارة. نعم. على أمل أن تتحقق هذه الأحلام. شكرا لك تيسير خطيب، ناشط أكاديمي ومن ضحايا قانون من يعلم بالشمل.